يوفر لك برنامج سكتشوب مجموعة الأدوات التتيح لك عملية التحرك داخل الورك سبيس. هذه الأدوات تتوفر عندك داخل الشريط الأدوات. هذه الأدوات الأربعة: عمل أوربيت، أي عمل استدارة على الأوبجكت، فمجرد أنه تختارهم وذلك ضغطك للكيسر باستمرار راح يجي لك عمل روتيت على الأوبجكت، أي عمل أوربيت بالنسبة إليه. طيب، أيضا نستطيع أن نوصل لهذا الأمر عن طريق الذهاب إلى الكاميرا، راح تجد كل هذه الأوامر هي متوفرة، أو أنه نستطيع أنه نختاره باستخدام يعني الاختصار O، أو عن طريق مؤشر الماوس بصورة بسيطة وسريعة وفعال، لأنه تضغط على سكرول باستمرار وبعد ذلك تقوم بعملية التحريك. نفس الشيء ينطبق على البين. البين هو يتيح لك عملية التحريك للعلي الأعلى واليسار واليمين، فلما تختار وتضغط كيسر ثم بعد ذلك تسحب راح تلك عملية التحريك الأعلى واليسار واليمين. نفس الشيء تستطيع الوصول إلى عن طريق الضغط على السكرول باستمرار ثم بعد ذلك على مفتاح الشيفت بهذا الشكل، بعد ذلك راح يعني تعلق عملية الحركة باستخدام البين. أما بالنسبة لعمل زوم أند زوم أوت، فيمكن أنه تعمل زوم أند زوم أوت باستخدام مؤشر الماوس عن طريق عمل سكرول للأعلى، يعني يعمل لك زوم زوم إن وذلك زوم أوت، عمل سكرول يعني للأسفل يعني للأمام وللأسفل بهذا الشكل، أو اختيار الأمر بصورة مباشرة وذلك تضغط وتسحب للأسفل راح يتيح لك عمل زوم أوت، أو تضغط وتسحب للأمام راح يتيح لك عمل زوم إن. هذه الأدوات كلها، وهذا الزوم إكستند أي يعمل لك زوم إكستند على الأوبجكت، كل هذه الأدوات الأربعة تتوفر داخل الكاميرا. لو تذهب على الكاميرا راح تجد كل هذه الأدوات: أوربيت، بين، زوم، أنفولد، أوف فيو. أوكي، وهذه الاختصارات الخاصة فيها.